اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. كل ما تروح لدكتور تقول له بطني بتوجعني يقول لك ده قولون عصبي، تقول له طب انا عندي انتفاخ يقول لك قولون عصبي، طب اسهال قولون عصبي، ده انت ناقص تقول له ودني بتوجعني يقول لك ده القولون العصبي. هو ايه الحكايه؟ الحكايه ان القولون العصبي ده مرض منتشر في 20% من الناس، بيكون اكتر في المراهقين وفي الستات الصغيره، وده مرض مزمن بيستريح فتره ويتعب ويزيد في فترات تانية. في 1892 كان في طبيب اسمه اسلر، هو اللي سماه ساعتها ميوكاس كولايتس، بعد كده بدا الاسم يتطور لنيرفاس كولون اريتابل كولون سباستيك كولون. لما جم يدوروا على سبب القولون العصبي ده لقوه مش واضح، لكن لقوا ان الاعراض دي بتحصل بثلاث محاور رئيسيه. اول حاجه بيحصل زياده في حركه الامعاء، تاني حاجه بيحصل زياده احساس الامعاء دي بالالم، تالت حاجه بيلاقوا ان في شويه اضطرابات نفسيه وعصبيه. فمثلا المحور الاولاني اللي هو اضطراب حركه الامعاء، على مستوى القولون بيحصل فيه يا اما زياده فيحصل اسهال، يا اما نقص فيحصل امساك. على مستوى الامعاء الدقيقه بقى بيبقى برضو يا اما يحصل زياده افراغ الوجبات، يا اما يحصل نقص افراغ الوجبات والاكل يعني اللي في الامعاء الدقيقه. وده بعد كده هيفسر الاعراض اللي بتظهر لمريض القولون العصبي، زي مثلا الانتفاخات، الام البطن، زي احساس الشبع الدائم، احساس الجوع الدائم وهكذا. حتى لقوا ان هو ممكن كمان يأثر على عضلات الملساء الخاصة بالجهاز البولي وبالمثانة البولية، فيبدأ العيان يحس انه عايز يدخل الحمام كتير مية ويتبول مية كتير بالليل. اما المحور التاني بقى اللي هو زيادة احساس الامعاء بالالم، طبيعي ان اي شخص لما يأكل زيادة عن الطبيعي بتاعه فالقولون عنده ينتفخ ويحس بالم، ده طبيعي. لكن هم لقوا ان الناس اللي عندها قولون عصبي بيحسوا بالالم ده مع كمية اكل اقل. اما المحور الثالث اللي هو الاضطراب النفسي والعصبي، فده اكتشفوه لما لقوا ان كتير من المرضى النفسيين اللي بيعانوا من القلق مثلا الزائد، نوبات الفزع، اضطرابات نفسيه تانية زي الوسواس القهري وغيرها، عندهم نسبه قولون عصبي اكتر من الناس العاديين. وفي كلام دلوقتي ان مرضى القولون العصبي بيكون عندهم زياده في نمو البكتيريا اللي طبيعي تكون موجوده في الامعاء عندهم وعند الناس كلها، بيبقى عندهم زياده في البكتيريا دي وفي نموها، وعشان كده ده فتح الباب لاستخدام المضادات الحيوية والبروبيوتكس في علاج القولون العصبي. لما نيجي بقى نشوف أعراض القولون العصبي والعيان بيحس بإيه، بيحصل مع مريض القولون العصبي تغيير في عادات التبرز، يعني ممكن يحصل له مثلا إسهال، في نوع مخصص أو مميز بالإسهال، وده بيكون كمية الإسهال فيه قليلة ومصحوب بألم ورغبة في التبرز. أما النوع الثاني المصحوب بالإمساك بيكون فيه البراز ناشف، بيكون عدد مرات التبرز أقل، وممكن يكون في ألم أثناء التبرز، وكمان ده بيكون مقاوم شوية للملينات. في نوع تاني خالص بيكون ميكسد، بيكون مختلط بين ده وبين ده، شوية إسهال وشوية إمساك. كمان مرضى القولون العصبي ممكن يحسوا بأن هم عايزين يعملوا حمام بعد الأكل مباشرة. نيجي للنقطة التانية اللي هي آلام البطن. طبعا حاجة مميزة جدا في مريض القولون العصبي أنه يحس بآلام في البطن، بيبقى في الجزء السفلي من البطن، غالبا ما بيسمعش في مكان تاني، لكن ممكن يجي كمان في أي جزء من البطن. كمان لما الغازات تتجمع في حتة اسمها سبلينك فليكشر، فالعيان ممكن يحس بألم في الصدر في الناحية الشمال أو ألم في أعلى البطن من الناحية الشمال. آلام البطن دي عموما كلها ممكن تزيد مع الأكل وممكن تقل لما العيان يعمل حمام براز أو يطلع ريح. النقطة الثالثة هي الانتفاخات. عيان القولون العصبي بيحس بانتفاخ وألم في بطنه وتعب لما بياكل، وممكن يستريح شوية لما يطلع ريح أو يفضي الغازات دي. في بقى شوية أعراض تانية، منها اللي ليها علاقة بالأمعاء ومنها اللي خارج الأمعاء، يعني مثلا في حاجة اسمها الميكوريا، يعني زيادة المخاط في البراز، ديسبيبسيا يعني الحرقان والحموضة بتاعة المعدة، ممكن يحصل ترجيع أو ميل بس للترجيع. كمان ممكن يأثر على العلاقة الحميمية لأنه ممكن يسبب ألم أثناء الجماع، وممكن كمان يقلل الرغبة الجنسية، وزي ما قلنا ممكن العيان يعمل حمام مية كتير. كمان الأعراض دي كلها ممكن تزيد فيما قبل الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات. كمان لقوا ان الفايبروميالجيا بيكون موجود كتير مصاحب لمرضى القولون العصبي. طب ايه هو الفايبروميالجيا ده؟ ده مرض بيجي في الستات اللي هي دايما بتحس ان جسمها كله بيوجعها، ولما تحط ايدها او صابعها على اي جزء في جسمها وتتك عليه بتحس بألم، وبتحس دايما بإرهاق وتعب حتى من غير اي مجهود، وده موضوع منفصل لوحده ممكن نبقى نتكلم عنه بعد كده. دي كانت معظم الاعراض بتاعه القولون العصبي، لكن في حاجه بقى اسمها الاعراض الخطر، الاعراض اللي لما الاقيها لازم اتاكد كويس من التشخيص، هل ده قولون عصبي ولا وراه تشخيص تاني. فالاعراض الخطر دي زي مثلا ايه؟ لو حصل انيميا، لو حصل نقص في الوزن، لو في ارتفاع في درجه الحراره، لو في اسهال ومفيش معاه الم، لو الاعراض عماله تزيد ومش بتستريح، لو الاعراض دي ظهرت بعد سن كبير مثلا سن 50، لو في نزيف من فتحه الشرج،
لو في تاريخ مرضي في العيلة إن في أمراض تانية بالنسبة للأمعاء زي الكرونز ديزيز وغيرها. وأخيرا لو في حاجة اسمها جلوتين سنسيتيفيتي، اللي هي حساسية من نوع أكل معين فيها مادة اسمها الجلوتين اللي هي موجودة في القمح. تشخيص بقى القولون العصبي، كان زمان بيشخصوا القولون العصبي باي اكسكلوجن، يعني استبعد كل الامراض التانية فتبقى الالام دي ناتجه من القولون العصبي. لكن في 2016 نزل حاجه اسمها الروم 4 كرايتيريا عشان نشخص القولون العصبي، وقالوا ان دي بتكون الام متكرره بتيجي على الاقل يوم واحد في الاسبوع في اخر 3 شهور، بالاضافه لحاجتين من اللي جايين، ان يكون ليها علاقه بالبراز يعني لما يعمل حمام يستريح، او يكون ده غير شكل البراز يعني بقى سايب او بقى ناشف اكتر، يكون غير عدد مرات البراز يعني بقى يعمل حمام كتير او يعمل حمام قليل. طبعا وجود باقي الاعراض ده بقى بيدعم التشخيص. وطبعا انا لو شكيت في العيان ده لازم اعمل فحوصات ولازم استبعد فعلا الامراض التانية اللي بتشترك مع القولون العصبي في الاعراض، يعني مثلا زي النزلات المعوية، زي الفركتوز انتوليرانس، زي الدراج الرجي وغيرها وغيرها من الامراض. ازاي بقى بنعالج مريض القولون العصبي؟ العلاج بيكون على حسب السبب، يعني لو في اضطراب نفسي او عصبي زي ما قلنا في البداية يبقى علاج الاضطراب ده هو بيساعد في علاج القولون العصبي. وعشان كده حتى كتير من ادوية القولون العصبي بيكون فيها مهدئات. النقطة التانية اللي هو تنظيم الغذاء، تنظيم الاكل اللي العيان بياكله، يعني الخضار مثلا بيكون مفيد في حالات الاسهال وكمان في حالات الامساك، لان الالياف دي مهمة جدا لكن ساعات تعمل رد فعل عكسي مع بعض العيانين. فانا في الاخر كل عيان بفصل علاجه على حسب حالته، في عيان يستريح لما يزود الخضروات، في عيان تاني يتعب لما يزود الخضروات وهكذا. كمان لازم ابعد على الكافيين على قد ما اقدر، الشاي والقهوة والحاجات دي، الاعتدال في كمية المية. واخيرا بعد فترة من الزمن بيكون العيان نفسه تقريبا قدر يعرف كل حاجة بتتعبه ايه بالظبط من الاكل وبيقدر يبعد عنها ويتجنبها. لما نيجي للادوية بقى في علاج القولون العصبي، هي مش ادوية مش بتعالج، هي بس بتريح شوية للاعراض، زي مثلا الانتي كولينيرجيكس زي الهيوسيامين سلفيت، انتي دايريال زي اللوبرامايد، تراي سايكليك انتي ديبريسنت زي الاميبرامين، انتي سبازموديكس زي الميبيفرين هيدروكلورايد، بروكاينيتكس زي الميتوكلوبرامايد، سيروتونين ريسبتور اجونست زي الالوسيترون، وحاجة تانية زي الجي سي سي اجونست، وحاجة زي البروبيوتكس، وحاجات غيرها كتير. وفي 2016 الريفيكزامين كان صرح بيه من قبل الاف دي اي لعلاج القولون العصبي. وفي النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه، اعمل لايك وشير، شكرا لكم.